قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط الدولة لإعادتها إلى رونقها الحضري. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن جولة السيد الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون، حيث توقف سيادته لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع سيادته إلى طلباتهم واحتياجاتهم. وردني هنا الدنيا هنا كويسة سيادتك، بتعليمات سيادتك إن إحنا سيادتك عملنا لهم حاجات كويسة. زي إيه؟ سيادتك كانوا بيحرقوا بالخشب بيبوظوا البيئة، عملنا لهم سيادتك دخلنا لهم أفران صديقة للبيئة، دخلنا لهم سيادتك المية، دخلنا لهم الغاز للانتاج، لان الناس اللي هنا سيادتك جوهرجيه الطين، بمعنى اصح سيادتك الاهتمام بيهم يرفع المستوى. قالوا على كده ان هم سيادتك موجودين في منطقه الفسطاط اللي سيادتك امرت بتطويرها، في وجود متحف الحضارات، في وجود مسار العائله المقدسه وجمع الاديان، فيبقى ليها شان كبير جدا لو اهتمينا اكتر بيهم، بمعنى سيادتك ان احنا نستكمل بقيه المشاريع اللي موجوده هنا، عباره ان احنا نفتح مدرسه، لان الموضوع ده سيادتك هيندثر، الناس اللي شغاله بايديها سيادتك كبار في السن، اولادهم ما بيجوش ان هم بعمل لهم مش حاجه، تمام سيادتك، عايزين نحطهم على الخريطه السياحيه. طبعا سيادتك لما امرت بالكلام ده المحافظه المنطقه الجنوبيه سهلت لهم حاجات كتير قوي في دخول الغاز ودخول الكهرباء، دخول الافران صديقه للبيئه، بس جري في استكمال باقي الافران. بتشرف طبعا بحضور سيادتك، انا ما اعرفش ان سيادتك هتشرفنا طبعا، ويعني اتمنى من الله ان سيادتك تبص على حرفه يدويه فنانين على اعلى مستوى بنسميهم جواجري في التين. انا هسالك سؤال تحت امر معالي، هل في مكان للمدرسه اللي انت بتقول عليها؟ في يا فندم. فين؟ في المبنى الاداري. يعني هتبقى جزء من المبنى؟ جاهز يا فندم، جزء منه. طيب المبنى الاداري مساحته قد ايه؟ مساحته سيادتك اكتر من 2000 متر. طب هو كان معمول ليه؟ معمول سيادتك علشان تخش فيه سيادتك الحرفه الصناعيه، وزاره الصناعه تعمل فيه سيادتك عباره عن تصميمات لبعض الحرف اليدويه وبعض ومدرسه لانشاء جيل جديد. هو كام دور؟ دورين يا فندم. دورين، يعني 4000 متر. تمام سيادتك. مش كده؟ طيب نعمل لهم المدرسه، ايه تاني؟ سيادتك استكمال باقي سيادتك الافران الغاز. حاجه ثانيه، الافران دي انتوا بتجيبوها منين؟ من المصانع الحربيه يا فندم. مصنع 45 الحربي. مساحة معينة، حجم معين؟ حجم معين يا فندم، بس كان في اختلافات. ليه؟ الاختلافات سيادتك ان بعض اللي هنا لما جيت صمم سيادتك ما خدوش رأي بعض الصناعية. لأن الصناعية هي اللي عارفة أكتر حاجة تقدر تعمل فيها إيه. كويس. تمام سيادتك؟ لكن للأسف اتعمل ومشيت عليها، في نوعين، في 120 في 120 سيادتك، ده الفرن الصغير. 120 سنتي في 120. 120 أه فعلا. وفي 170 في 170. لكن في حاجة بعد إذن سيادتك يا فندم، يعني التكلفة غالية. بمعنى هم لما كانوا بيحرقوا بالخشب سيادتك بينتج، لما بينتج كميه الخشب والفلوس اللي بتدفع في الخشب قليله عن استهلاك الغاز او استهلاك الكهرباء او استهلاك الكهرباء. فطبعا النهارده الناس اللي دفعت سيادتك في موضوع الغاز تدفع لها من 9 ل 8000 جنيه، تمام، وكميه الانتاج اللي بتطلع حلوه في النوعيه، لان الغاز والكهرباء بينشف المنتج وبيخليه على اعلى مستوى. تمام سيادتك، فده كان سبب رئيسي ان الناس قلقانه من حته المبنى. شوف انا هقول لك على حاجه تحت امر معالي، خلينا ايه ناخد الموضوع حته حته. هو طبعا انا فنيا مش هقدر اتكلم في موضوع مساحه الفرن وكده، تمام سيادتك، بس انا متصور ان احنا كل ما هنخلي المساحه بتاعه الفرن ده ونشوف المتخصصين في الموضوع ده اكبر من كده، هيبقى الحراره دي وتعمل اجراءات ان تحافظ على الحراره بقدر الامكان، يبقى الحجم الغاز المستهلك ما يبقاش عبء على الناس. تمام، حجم المنتج اللي جوه هيبقى كبير. تمام. لكن انت كل ما تكون شغال في حاجه صغيره كده، يعني انا اسف، يعني لو بتعمل حاجه في 20 في 20 غير لما تعملها في اكبر من كده، فانا فنيا مش هنشوف دي، واخد بالك؟ لكن عايز اقول لك ايه، ما انت برضه بتاخد منتج كويس، ولازم نتعود بقى ان احنا ايه، يعني نحط تكاليف الحاجه مظبوط، يعني مش هنقدر نقول ايه
عشان اكون امين معاك، مدرسه نعمل مدرسه، نحسن من هنا نحسن، نعمل كل حاجه حلوه لهم، لكن خلوها كل حاجه تتعمل بايه؟ باسعار، لان الغاز اساسا سعره منخفض. يعني انت النهارده بتستخدم كهرباء هيبقى اضعاف اضعاف الرقم اللي انت بتقول عليه ده كده يعني. طب ايه تاني؟ بس عشان ما بنزلش الشغل بتاعك. لا الشغل ده لسه مشطب. طيب الحمد لله بإذن الله، بس هو يعني برضه نفسكم انتوا بقى معانا. المطلوب بس الدعم في الهيوان، لان احنا لسه بقالنا فتره قاعدين، فالرصيد بتاعنا خلاص، فعايزين بس المويه والحاجات دي خفضت شويه. اللون اللي هي اللي هي الحاجات اللي بنستعملها الخامات بتعملها. في مشكله معانا بالخامات، لان احنا ورا احنا هنبتدي نبتدي يعني شوف بقى الفتره دي برضه كبيره قوي اللي احنا مستنظرين فيها الانتهاء. هي الحرف اليدوية عموما بتبقى محتاجة دعم يعني. طبعا. محتاجين دعم لان دي حرفة وتراث لازم نحافظ عليها. بتشتغل كام ساعة يا اخي؟ انا لو في شغل بشتغل اي وقت عادي. احنا كنا بنشتغل في الدراسة كان يجي يشتغل برضه. ما شاء الله. كل الشغل ده احنا اللي بنعمله انت. طبعا. كله يدوي. حاجة جميلة وحاجة محترمة. الله يخليك. وبنصدر بره برضه. ما شاء الله. يعني في شغل تصدير كتير بيطلع بره مصر. احنا نساعد في الحكايه دي. ها؟ يا رب. نساعد في الحكايه دي. جميله قوي لو المهنه دي وصلنا انها تنقرض يعني. بالنسبه لشغل التصدير كله لازم يبقى عليه البادجت بتاع صنع في مصر. شغل التصدير يا ريت يهتم بيه. الصنعه دي خساره انها تنقرض يعني. لا طبعا طبعا. احنا هنعمل لكم المدرسه. تبقى جميله. في المبنى الاداري. اه. وشوفوا انتوا بقى مين اللي يعني. هم يختاروا بقى ادم واحد بقى. لا انا اقصد اقول اللي هو اللي هيقوم بالدور انه التدريس وكده. اه. ربنا يوفقك. في ناس كتير سابت الصنعه دي، في ناس كتير سابتها لان هي مش مربحه. بدات تشتغل. كانت مش مربحه. والله هي المفروض ان هي مربحه جدا، بس هي الفكره ان في ناس كتير بدات، اللي اشتغل سواق، اللي اشتغل، وفي ناس فنانين يعني. فبداوا يسيبوها. فاحنا محتاجين دعم الحرفه اليدويه بس. بيعمل كام في اليوم؟ بالنسبه اللي هو الماهر يعني يعمل كام في اليوم؟ لو اشتغل معدل يعني الطبيعي؟ لا يعمل يعني انتاجه يحقق ارباح ليه او عائد ليه قد ايه؟ لا يحقق حلو، لو في انتاج وفي شغل وفي بيع وشراء وتطوير هيعمل انتاج حلو، يعمل فلوس حلو. كان يعمل ب 500 جنيه في اليوم. لا انا بتكلم انا النهارده يا احمد جيت اشتغلت عند احمد. اه. وهشتغل 7 ساعات او 8 ساعات. كويس. هاخد كام؟ هيعمل له 150 جنيه 200 جنيه. لو ماهر. اه. بس معايا. مبتدئ مثلا 70 80 100. وبعدين لو عيل صغير من 50 جنيه. لازم نعلمه من صغره يعني، لان الصنعه دي لازم. كل ما بيفهم الشغل وبيتعلم الراتب بتاعه بيزيد، لانه بينتج وبيطلع معانا شغل. يعني من 70 ده انا لسه بادئ. اه 50 لغايه ما يوصل 100 و200 وممكن 300 كمان. بس انا هقول الكلام ده الناس هتسمعه. وتعرف اللي فيه ايه؟ فيه فرصه. ايه طبعا طبعا. ايه يا ريت يا ريت نقدر نعلم حد قبل ما تنقرض المهنه دي، يا ريت. انا اتمنى. ان شاء الله. ان هي تاخد وقت في تعلمها لازم. بس اتمنى ان انا اعلم حد. سنين عشان يتعلم. يكون عاوز يتعلم. ان شاء الله. عشان خساره المهنه اللي زي دي. اه طبعا خساره. المهنه دي حلوه قوي. مطلوبه قوي. مطلوبه قوي. وممكن تدخل دخل حلو لمصر والله. طيب صحيح. وبره بيدوروا عليها الشغل، ما حدش بيشتغل بايده، كله مكن وكده، فالشغل الايد مطلوب دلوقتي. طبعا. ده عشان يدوي كله حضرتك. صدرت هولندا، صدرت الأردن، الجزائر، مصنعك دلوقتي. نعم. مصنعك ال100 متر. مصنع موجود، حضرتك تيجي تتفرج على حضرتك. هجيلك هجيلك. شرفنا حضرتك. طب ايه المشكلة اللي عندك؟ مشكلتي مش عارف اشتغل. ليه؟ انا بصدر، دخلت عمله صعبه البلد. وقبل حضرتك النهارده لما بيجيني اوردر ما بعرفش اعمله. ليه؟ لان كان مصنع 4 ادوار انا مسجله على التليفون. انا مصدقك، انا مصدقك. طب ليه مش قادر؟ ما امكانياتي ضيقه، المصنع ضيق. 100 متر قليل؟ قليل جدا عليا، لان انا بعمل حاجات كبيره 50 و60 و70. طبعا شغلتي عبا عن جدا.
طبعا عندي بني ادم. طب احنا هنشوف دي. حاضر. ربنا يخلي سعادتك. حاضر. ربنا ينصرك. وينصرك. ربنا ينصرك سعادتك. ايه تاني؟ خلاص. تحت امرك. كفايه كده. ليه تحت امرك؟ ربنا يبارك لك. اه والله. ربنا يديك الصحة. آه. ربنا يخليك. ما تشيلش هم. ربنا يخليك. هم. ما تشيلش هم. اللي انت عايزه نعمله. الله يبارك لك. ربنا يخليك. السلام عليكم. ازيك؟ ازي صحتك؟ اهلا وسهلا. ربنا يديك الحمد لله رب العالمين. ايه؟ تمام والله. ده شغلك؟ ايوه الارميت. دول حد من فكرة من حد من ولادك؟ شغالين. ايوه ساعتك معايا ولادي كلها شغالة. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا معايا 16 عيل مشغلهم معايا. بخلص 16؟ ان شاء الله. ايوه تمام. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ربنا يخليهم. ماشي يا فندم. في حاجة في مشكلة عندك ولا حاجة؟ ما فيش مشاكل. لا صحيح. لا قول انا جاي عشان سعادتك احنا عايزين بس الفرن يهتموا بينا بس. عشان عشان نبطل. اتفضل سعادتك. كنت موجود مع الحاج عادل فقال لي ان الفرن الكهرباء ارحم من الغاز. ده بالنسبه لحاجات حاجات. انا الارميت ما ينفعش سعادتك عشان الفلل والقرى السياحيه. طب القرى السياحيه بيدفعوا كويس. ربنا يبارك لك. قول لي اعمل لك ايه. احنا عايزين بس رضاك علينا بس. لا يا فندم. ربنا يبارك لك. لا قول رضاك علينا بس يا فندم. لا قول رضاك علينا والله. لا انا راضي. والله والله عايزين رضاك علينا ورضاك عليا برضه. ربنا يبارك لك يا فندم. اه والله قول احنا راضيين بسعادتك والله. لا قول ربنا يكرمك. احنا تمام كده ماشيين والحمد لله. اهلا يا فندم. والبركه بسعادتك يا فندم. اسمك ايه؟ حسن. ازيك يا حسن؟ ابني. انت جدك بيشتغل معاه ولا لا؟ اه. بتعرف تشتغل؟ اه. كويس. ربنا يبارك لك يا فندم. ربنا يكرمك يا فندم. ربنا يخليك. تؤمر سعادتك. ربنا. لا انت اللي تؤمره. ربنا يكرمك يا فندم. صحيح والله. ربنا يبارك لك يا فندم. تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله والله مستوره وعلى الحمد لله. ربنا يبارك لك يا فندم. بالله يكبر خاطر. تعيش يا فندم. ويخليهم لك. تعيش يا فندم. شكرين. ويديك الصحه يا فندم. والله انا قلت له فكرتنا يا فندم والله. السلام عليكم. ربنا يبارك. سلام وعتبك يا طب. سلام. كله تمام. ربنا يبارك في ساعتك. الفران والكهرباء وكله كله تمام. كله تمام. عايزين حاجه؟ ربنا يبارك في ساعتك. انا سعيد بيك رب. احنا سعيدين بيك والله. ربنا يخليك. ربنا يصلح لك الحياه يا رب. يصلحنا جميعا. شكرين. الله ينور عليك. ازيك؟ ازي صحتك؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ وبعدين ايه الحكايه جينا لخبطناك ولا ايه؟ ربنا يوفقك. ربنا يوفقك ان شاء الله. مش عايزين حاجه؟ مش عايزين حاجه؟ تحت امرك. اهتمام شويه بس يعني الناس تعرف يعني ايه فخار. واحنا لما جينا هنا ونحطكم على الخريطه السياحيه ان شاء الله تبقى الامور احسن يعني. ان شاء الله. ولاي دعم تاني احنا تحت امركم. صحيح. والدتك؟ تحطها على دماغك كده. اكيد طبعا. صحيح. مش عايزه حاجه. تحت امرك. تحت امرك. سلام عليكم. حضرتك شرفتنا يا راعي الحرف في مصر. زياره حضرتك دي لينا شرف بجد والله يا فندم. فمحتاجين مبادره واحنا كلنا خدامين بلدنا. اتفقنا على ان احنا هنعمل لكم مدرسه في المبنى الاداري. ده شرف لينا. ده حلم. هنجيب طبعا فيها الاولاد اللي هم في الدبلوم ويبقى عندكم فرصه. أيوة. انتوا أيوة. تدربوهم. احنا اتفقنا مع ده يعني تقريبا كل حاجه محتاجه حضرتك تقص لنا الشريط. حاضر. وده شيء يبقى شرف لينا. حاضر. سياده النائبه هنا بجد حد سمعنا بتطبق نهج حضرتك انك بتسمع الكبير وبتسمع الصغير وبتسمع الضعيف وبتسمع القوي. احنا وطنيين بجد طبعا. احنا الحرفيين بجد ومحتاجين ايدنا مع حضرتك. مؤتمر الشباب اللي جاي في يناير ده انا واحد من الناس بقول الشباب دول لو محتاجين مساعده احنا في مجموعه هنا نساعد في الفكر بتاع حضرتك. انت عليت عندنا سقف الحلم لعلمك. واحنا ناس كبار وعجزنا لكن عليتوا سقف الحلم بجد بجد يا فندم. متشكرين جدا. وزيارتك دي فوق دماغنا وشرف لينا والحرفي كل حرفي مصري. بقول يا شباب الدوله بتكرم الحرفيين بتهتم بتروح لهم لغايه عندهم. بدل ما نقعد ونضيع وقتنا في النت يا جماعة تعال نضيع وقتنا في هواية جميلة حتى لو هي مش شغل هي هواية جميلة.
طيب. ارجو ان يكون اللي جوايا انا مش عارف طبعا الله. خلي بالك ده شرف مخليني متلخبط. لا تتلخبط بامانه والله يا ريس اقسم بالله استنى معاك لغايه لما يا فندم. لا والله والله ده شرف لينا. انا عندي ابني في الدبلون واقسم بالله نفسي اتعلم الصنعه دي ومن زي عم احمد ومن زي عم كرم اذا سمحت له يعني نفسي ابني يعني فعلا يجي يلحق عم احمد. انا عايز حضرتك بجد والله اشوفك يا اللي نجتني من النوم من الموت. انا بتكلم ابو مصر كلها وابو دول العالم كلها اللي نجدنا من الموت اللي نجدنا من الدم اللي وقف معانا اللي شلنا فوق دماغه ضعف عمره لوحده عشان يقف في ظهر مصر. انا عايزك تراعينا في مهنتنا دي وانا انزل اقول حاجه على حاجه. هي اللي عندها 64 سنه ولا حد سالفني هنا خالص ولا حد مساعدنا في اي حاجه. 64 سنه انا بس ما مديتش ايدي لاي حاجه في الدوله. يا رب كفك شر مرض وخليك لينا يا رب. يا رب ما تغيب من على الارض ابدا يا رب. انا عايز اقول حاجه على حاجه بس وساعدنا في المنادي. انا لا معايا ادخل الغاز ولا عايزين يدخلوا لي الفرن ولا عايزين جايبين عليا 20,000 جنيه ميه ولا مشغليني. انا عايز اساعد في الدوله واعيش. انا عايز انت مكانك فين؟ انا مكاني هناك اهو رميني كده معايا 8 بنات ومعايا عيش ومحدش سالفه خالص ومن انا اشوفك والحمد لله شفتك قبل ما ابقى. الحمد لله اللي انا شفتك لان انت اب لينا ورئيس جمهوريه ولا ميقل عليك حد. من مجد جمال عبد الناصر ما حدش وقف في مصر والسادات وحسن غيرك انت. مش شعلة هنا بتعمل وتعمر وهنا وتعمر وهنا وتعمر مناطق ما حدش يقدر يشيلها من المجرمين اللي فيها. انت بقوه الله شلتها اللي انت نصرك ربنا على طول اقف معانا وشغل مهنتنا دي مهنه غلابه بس فيها حرص. على اذنك يا محمد اوري له حد. على اذنك يا محمد على اذنك يا محمد اوري الرئيس حد. على اذنك يا ام الهنا اللي ربنا بعتها شفناك. بص يا باشا وقت عامل ازاي دي؟ دي المفروض تتعمل في 3 ايام. في 3 ايام. ما انا هسرع دلوقتي هعملها كلها في 2 دقيقة توقف ماما. انما هي تاخد 3 ايام. مره اللي اعملها ومره الودان ومره اقلبها تاني. شوف الحرفه بتاعتنا اللي ربنا جعلك لينا نعمه واديك طول عمرك هعملها في 2 دقيقة. خلاص انا معاك. احنا مش عارفين نقول ايه. احنا مش عارفين نضيف في حضرتك ازاي بجد والله العظيم. والله يا فندم ان انت حقيقي انت صاحب البلد واحنا وبنساعد معاك لكن حقيقي انت ضيف غالي قوي علينا. كتر خير بجد والله يا راجل اقسم بالله ما بجامله. فندم سياره مش متوقعه ابدا يا فندم. لا 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 حد يعني ربنا يزيدك حضرتك والله والله احنا سعداء بجد. ربنا يخليك فندم. احنا كان بيجي لنا وزير كنا فرحانين قوي قوي قوي. رئيس الجمهوريه بقى في وسطينا انا هو ده كتير. انتوا اهلي يا ربنا يديك الصحه فندم. انتوا اهلي ربنا يديك الصحه. انتوا اهلي ربنا يبارك. امال ايه ربنا يبارك يا رب اقدر اعمل حاجه بس بتعمل كل حاجه مش كل حاجه عندك. والله العظيم 3 انا ما اترعش. بنطلب انا ما بترعش ان انا شفتك. انا ما اترعشتش قدام حد ابدا لا رئيس وزراء ولا محافظين. لا انا اترعشت شفتك اول مره في عمري اشوفك. يا رب كفك شر مرض وخليك لينا وعينك علينا يا رب. انت ربنا يخليك لي الغاز والكهرباء والدنيا كلها اللي انت عايزها. هي اللي مش قادر عليها. مش قادر عليها. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. دي بتاخد 3 ايام. عشان اعملها اخد 3 ايام. انت روح ربنا عينك علينا كفوك شر مرض واديك طول العمر. يا احسن رئيس مسكت مصر. انا كل يوم بدعي لك وانا ماشي في السكه. وبقعد بره ادعي لك. كباري عملت. تطوير عملت. عشوائيات نقلت. وطرع جبت. سلاح سلحت الجيش. كل حاجة في الدنيا. عاش رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. عاش رئيس الجمهورية. اللي لا بعده في رئيس ولا قبله مدى الحياة يمسك رئيس بعمرك. يخلي لينا. يا رب يخليك لينا. يا رب يعينك علينا يا رب. وعاش العمر اللي انا شفتك. يا جمال ربنا. ما شفت حد ابدا. ولا رئيس همشي وراهم وضربت ولا جنازه جمال عبد الناصر في الورع التحرير ضربت. واول مره اشوفك روح ربنا يكفك شر المرض. روح ربنا ما يخدنا عليك وينصرك يا رب.
يا رب. شكرا سعاده الرئيس، شكرا سعاده. منتظرين دعم سعادتك. احنا بقول لحضرتك عليت عندنا سقف الحلم، واحنا احنا عشمانين في ربنا. ثم سعادتك الحرفي ما بقاش حد يعني مهمش او زياره سعادتك دي كبرت من الحرفيين، خلت الحرفيين يحلموا، خلت الشباب يحلموا. فده انا بنتمنى ده امنيه من سعادتك. ربنا يعزك، ده الشرف لينا، ده الشرف لينا بجد. هنبعت لكم كل اللي هنعملوه. ربنا يخليك، ربنا يكرمك. انت اللي هتخلص الغاز والميه وشغلني انا. هتعلم اعلم عيل، ما فيش غير 12 صنايعي في 150 مصنع من 400 مال. وانا بقول لهم استفدوني بس اعلم اتنين، ما حدش عايز يعلمني، ما حدش عايز يساعدني، ما حدش نعمل حاجه رامينا. انما انت هتتم كل حاجه بفضل الله، كله هيتم. دي تاخد 3 ايام. 3 ايام والله. عشان ما هتنشف فيهم واركب له دم فيهم واشطبها التالت. انا عملتها سريع دي من 64 وانا في الفخار، من 64. ربنا يخليك. وبقول لك منى عيني، ده ربنا عزيز اللي نزلك يا ملك من السماء انت لينا تنجدنا في هذه المهنه دي، تراعينا شويه وتعيننا. الله يكفيك شر مرض، روح الله يجعلك مستور ويديك طول العمر يا رب. ويعود تاريخ سور مجرى العيون إلى عصر السلطان قنصوة الغوري أحد سلاطين العصر المملوكي، وتم بناؤه عام 911 هجريا، ويمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين بمسافة 3 كيلومترات، وذلك لمد القلعة بالمياه. سور مجرى العيون هو نقل من النيل للقلعة، كانت عمال النقل بتتم لأن كانت القلعة مركز الحكم ساعتها. فطبعا كانت الاعمال نقل المياه ده كان محتاجه كميات كبيره جدا من المياه. القلعه كانت مكتظه بالجنود والدواب، فكانت كميه المياه اللي محتاجينها ما كانش ينفع فيها بير يوسف اللي هو موجود في القلعه. فاضطروا لانشاء المشروع ده الضخم بفضل الله تعالى، ولنقل المياه من النيل للقلعه نفسها. الجزء المبنى السوائل مكون من جزئين، اللي هو المأخذ اللي هو بيتملي بالمياه وبتقوم رفعها، بتقوم السوائل بتدور عن طريق السيران، وبعد كده بيبدا يتملي الحوض المياه دوت. بعد كده بعد ما تستوي معين بتبدا الميه تمشي في الاتجاه بتاعها. السكر والليمون ديت تعتبر من المناطق العشوائيه الخطره، من اول هنا لغايه شارع حسن الانور، تقاطعها مع حسن الانور. في جزء تاني بعديه اللي هو منطقه الجياره وحوش الغجر برضو تم حصره، حوالي 5000 وحده برضو. المفروض دول الخطه المقترحه اللي هنبدا تنفيذها ان شاء الله بعد نهو إخلاء وتسكين عزبة أبو قرن اللي احنا ناقصنا فيها حوالي 130 وحدة من 4758 وحدة إن شاء الله بإذن الله. قدامنا هذا الأسبوع بإذن الله ونخلص منطقة عزبة أبو قرن. احنا المنطقة ديت عايزة إجراء عاجل، تمام مش كده؟ تمام. طيب بس احنا بنتكلم هنا على وحدات شغل يعني مسكونة، مش 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 وحدات فاضيه زي اللي فوق دي مثلا. لا، وحدات سكنيه مشغوله وبقالها سنين هنا. لا خلاص نظر يعني العشوائيات زي اللي قدامنا دي. تمام يا فندم. تمام. ده جزء يا فندم من المخطط نفسها، يعني منطقه الفسطاط نفسها الدوله بدات تعمل مخطط تفصيلي متكامل لمنطقه الفسطاط. المخطط كان على 3 محاور، اول محور منه ان احنا بنحصر جميع الوحدات السكنيه الغير ملائمه والوحدات والعقارات ذات الخطوره الداهمه. المحور الثاني اللي انا بانشئ وحدات سكنيه بديله لقاطين هذه الوحدات. المحور الثالث اللي هو تنفيذ المشروعات واعاده القيمه التاريخيه لمنطقه الفسطاط. الجزء الثاني بالنسبه للمحور الثاني اللي هو انشاء وحدات سكنيه بديله، الحمد لله تم الانتهاء من 18300 وحده بالاسمرات وتم سكنها بالكامل، سواء جزء من المنطقه الجنوبيه او جزء من باقي القاهره. وفي جاري تنفيذ وحوالي 99% 2500 وحده بالخياله جاري الفرش الان. ان شاء الله نتحرك ان شاء الله يا فندم على طول ونزيل ونكمل يعني. حاضر ان شاء الله. احنا عاملين حسابنا على كل حاجه. المشروع بتاع تطهير منطقه المدابر سابقه، بمجرد ما جت حضرتك التوجيهات حضرتك لينا لحيث المجتمع العماريه بدانا فعلا بالمشروع، واحنا دلوقتي متقدمين جدا في جزء العمارات. والجزء الثاني عندنا اللي هو المول التجاري ده على مساحه 51000 متر مسطح، وبيتكون من بدروم بيسع ل 1650 سياره نظرا للتكدس. حضرتك عارف المنطقه هنا العربيات كده. والجزء الثاني يا فندم بيبدا عندنا مجمع سينمات
وعندنا مسرحين، مسرح مكشوف ومسرح مغلق، وعندنا محلات تجارية وغرف فندقية للسياحة الداخلية والخارجية اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى هتزور المنطقة بإذن الله. طب إحنا بس كنا بنتكلم دلوقتي على المنطقة دي كإجراء للناس اللي لسه عايشة، أنا شايف في ناس مشيت لكن أنا بكلم ناس لسه عايشة حتى الآن في المناطق ديت عشان نخلي المنطقة دي كمان. أوامر فندم. إحنا عاملين حسابنا على كده نكمل يعني. تعليمات حضرتك. شاكرين. 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 هنعمل لك كل حاجه عادي. ربنا يكرمك، ربنا يخليك ليا يا ابني، ربنا ينصرك. انا مين يا عديك؟ يخليك لي مصر ويخليها كده حلوه بيك وجامده بيك. والنبي يا سياده الرئيس ما تحلفيش. اختي هنا بروح بغسلها في ملك فهد. ما تخافيش يا اختي ابدا. خايفه اروح في مكان بعيد لما يقولوا لي انا ساكنه هنا في مجرى الانوار مجرى العيون. امانه عليك يا ابني، بارك لك في صحتك وفي شبابك ويخليك لبلدك ولعيالك ولينا. خليك لينا سياده الرئيس. انت نفسك حلوه ما بتسيبش حد. انا عارفه، انا عارفه انت ما بتسيبش ناس. لا ما تخافيش، انت ما بتسيبش. بس ما تعيطيش يا رز. انا عشمانه في ربنا وفيك انت. على عيني. خايفه اروح في مكان بعيد ما اعرفش اروح. انا ستي يا ربي بنتنا يا ولادك. بصي يا ستي، اختي اختي دي بنتي، ربنا يكرمك. وانت اختي، ربنا يخليك. ولادك ولادي وينصرك ويعليك. انا بصلي وبدعي لك، بدعي لك يا سيادة الرئيس وبارك لك في ولادك وفي صحتك يا ابني. وينصرك على مين يا عديك؟ ربنا يكرمك، لا يكرمك ويعليك يا سيادة الرئيس ويخليك لنا والمصر يا ابني. يا رب يخليك ويعليك. سلام عليك. نفسك حلوة وجميلة. دكتور خير. سلام عليك. عليك سلام. ازيك يا ستي؟ الحمد لله. ربنا يخليك. الحمد لله. خايف عليهم؟ مش خايف عليهم كده والله. بقى نعمل ايه بقى؟ يلا الحمد لله. ساكن فين؟ في العمرانيه. مش عايز حاجه. مش عايز حاجه. ربنا يبارك لك. صحيح. ربنا يبارك لك. بلاش انت. صحيح. ما تتكسفش. صحيح. انا واقف عشان عايز اطمن عليك. اسمك ايه؟ تاليا. تاليا. في سنه كام؟ ثالثه. شاطره ولا عايز تروح الجامعه؟ مش كده؟ انت ولادي. وانت يا استاذ اسمك ايه؟ تعالى درس. تعالى يا تاليا. ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يبارك، ربنا يبارك لك، ربنا يديك الصحه. ربنا يبارك لك يا رب. والله صحيح. ربنا يبارك لك. الله يبارك لك يا رب. والله صحيح. الله يبارك لك. الله يبارك لك. لا ربنا يبارك. والله والله ما في حاجه. ربنا يبارك لك، يديك الصحه يا رب. سلام عليكم. سلام عليكم. كما تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حصاولة الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورا بكبري أعلى الطريق الدائري وكبري أعلى محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية عبر محور المشير محمد فهمي. سيادتك مشرفنا هنا فندم أعلى نفق الأسمرات ضمن محور حصاولة الكفراوي اللي بيبدأ جنوبا من طريق الأوتوستراد ثم منطقة زهراء المعادي وبيعدي الدائري ثم بيصل يا إما بيتجه شمالا حتى محور اللواء عمر سليمان ومنه إلى القاهرة الجديدة واستكمالا لحد الدائري الأوسطي ثم العاصمة الإدارية، أو يتجه فندم بعد ما يعدي الدائري بيتجه شرقا
وبيعدي محور الشهيد ثم محور المشير محمد علي فهمي ثم محور اللي هو عمر سليمان وبرضه بيتجه داخل القاهرة الجديدة ثم الدائري الأوسط. الطريق يا فندم محور حسب الله كفراوي بطول 11 كيلو متر. سيادتك بشرفنا هنا يا فندم المرحلة من أول هنا وفي هذا الاتجاه يا فندم اتجاه شرقا دي تم نهوها وضمن محاور الأسمرات. محاور الأسمرات دي يا فندم عندنا فيها ثلاث طرق. الطريق الأولاني يا فندم اللي هو معدي محور الشهيد ومحور المشير محمد علي فهمي بطول 2.4 كيلو متر، خمسة حارة مرورية لكل اتجاه. والطريق الثاني اللي معدي محور الشهيد ومتلاقي مع محور اللي هو عمر سليمان خمسة حارة مرورية لكل اتجاه. وتم تطوير بناء على عمر سيادتك يا فندم تم تطوير محور اللي هو عمر سليمان بطول 5.7 كيلو متر وأصبح خمسة حارة مرورية لكل اتجاه. كل محور من دول يا فندم تم عمل وتوسعة أعمال الصناعية هنا فندم عند التقائه بالشهيد جاري توسعة الكباري عشان نحقق الحركة المرورية الحرة. هنا فندم عند هذه الصناعية اللي هي مشير محمد علي فهمي مع عمر سليمان تم عمل الكوبري علوي وعبرنا الطريق الدائري برضو بعمل صناعي كوبري علوي لحد محور جمال عبد الناصر داخل القاهرة الجديدة. برضو هنا فندم عملنا هنا كوبري علوي أعلى محور الشهيد في من الأسمرات وحدة محور اللي هو عمر سليمان. وهنا عملنا اثنين عمل صناعي كوبري علوي أعلى محور الشهيد وكوبري ومحور المشير محمد علي فهمي بحيث نحقق تكامل الحركة المرورية في هذه المنطقة. ونبقى ابتدينا فندم نوصل مناطق جنوب وشرق القاهرة بمناطق القاهرة الجديدة واستكمالا حتى العاصمة الإدارية والطريق الدائري الأوسطي. بالنسبة فندم للمرحلة الثانية من محور حسب الله الكفراوي فندم بيبدأ فندم من منطقة القمر الصناعي في شارع اللاسلكي ثم يعبر طريق السراج بكوبري بيحقق جميع الحركات المرورية فندم للربط المحور بمناطق حلوان ومناطق الطريق الاتصالات ثم المحور بالكامل يا فندم عليه ثلاث كوبري علوي بيحرر محور شارع كارفور وكوبري اخر ثم فندم كوبري الطريق الدائري باجمالي فندم اربع اعمال صناعيه ونفق حر. المحور ده يا فندم الاجمالي اطوال الاعمال الصناعيه اللي عليه فندم وصلت الى 5 كيلو. اهمها يا فندم الكوبري لو قلنا فندم ان احنا الحمد لله خلصنا الكوبري الثاني ده بنسبه 100% وطلعنا عليه اسفلت. الكوبري ده يا فندم بنهايه الشهر ده ان شاء الله خلصان. نرجع يا فندم للكوبري اللي بيعبر الطريق الدائري وكوبري الاتصالات ودول يا فندم يعني يعتبروا من اهم الكوبريين اللي بيتم على هذا الشريان لسببين. اول سبب طبعا يا فندم ان هو ربط جنوب القاهره ومناطق حلوان بشرق القاهره ومناطق المقطم وشارع شارع 9 بالمقطم. بالاضافه ان المنطقه دي يا فندم كانت بتمثل في السابق منطقه كثافه مروريه عاليه جدا لان كان جميع سكان مناطق زهراء المعادي بيخشوا بس من منطقه نفق كارفور. دلوقتي يا فندم الكوبري ده متحقق عليه 11 حركه مروريه يسمح للقادم من المحور ومن جميع مناطق زهراء المعادي بالمرور في اتجاه المقطم واتجاه شرق القاهره. واللي هو عدى يا فندم يقدر يعدي في جميع الاتجاهات في اتجاه السلام واتجاه المنيب. واللي قادم من مناطق المقطم يقدر ينزل الدائري او ممكن يعبر في اتجاه زهراء المعادي. انتوا هنا مش عاملين رمبات؟ عاملين يا فندم هنا 9 رمبات في الكوبري ده بتحقق جميع الحركات المرورية. احنا هنخلص الكوبري ده ان شاء الله فندم بنهايه شهر واحد. بتبقى لنا فندم كوبري الاوتوستراد وده فندم عقده مروريه حل عقده مروريه ثانيه فندم كبيره جدا ان شاء الله فندم. الجسم الرئيسي بتاعه هيخلص بنهايه شهر واحد واللوبات والرمبات هتمد معانا شهر 2 يا فندم. كبيره جدا اخر 2 باذن الله يا فندم كل ده خلصان بالنسبه فيها مش كده. وحطوا طبعا رمبات الارشاد اللي احنا بنحطها. تمام يا فندم ربنا يوفقكم ان شاء الله. حاجه ثاني؟ تمام. حاجه عمرو ثاني؟ شكرا شكرا.